نفسي يا أفدي خير من وتع ثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى بنفسي يا أفدي خير من وتع ثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى ختام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مراء أمين ومأمون على وحي ربه وتنزيله القرآن عصمة من درى أتاه أمين الله جبريل جهرة وكان لرب العرش يعبد في حراء وأسرى به الرب العظيم إلى العلا فسبحان من أسرى وبورك من سرى إمام له التكريم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والذرى خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والقراء حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أطيق تصبرا حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي رحم يدري بها كل من درى حبيبي رسول الله إني قصدتكم لكشف مهم في مرابعنا حبيبي رسول الله كادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كن شافعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن من برى فاسأله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدرا بجدب وقحط قد تمادى وفتنة وجور ولاة ألصق الكل بالعرى فسله تعالى يبدل الجدب والغلا بخصب ورخص في المدائن والقرى ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الكرى فيا ربي يا رحمن شفع نبينا
رسولك فينا واكف من جرى واجترى ولا تبكنا يا ربنا أرضى لهم واهدف مرامي كل من خانا وامترى وخذ بنواصينا إلى الحق والهدى واختم لنا بالخير إن أسمع السرى فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرى وصل على روح حبيبي محمد وسلم وبارك كل ما بارك سرى مع العالي والأصحاب والتابعين ما جار السيل في واد ومن مزن أمطرا وصل على روح حبيبي محمد وسلم وبارك كل ما بارك سرى وتمت وفاح الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود معطرا والحمد لله رب العالمين.